السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مدام دعاء؟ أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ واتش التلفزيون يا أم يوسف واسمعينا من التليفون على طول. حاضر حاضر. قولي. ممكن لو سمحت عايزة أسأل الشيخ سؤال. اسألي. بعد إذنك. اتفضلي. أنا متجوزة من بقالي 20 سنة ومعايا 3 أولاد. إن شاء الله. وكان حصل بيني وبين جوزي حاجه يعني مشاجره، فقلت له تحرم عليا زي اخويا وابويا لو عملت الحاجه دي. فبعد فتره طويله يجي 15 سنه عملها يعني. فانا عايزه اعرف ايه الحكم، لان انا تعبانه جدا. بعد اذنك خلي فضيله الشيخ يرد عليا. حاضر. انت قعدتي 15 سنه الحاجه اللي هي حلفت عليها ما حصلتش بعد 15 سنه؟ أنا يعني لو عملت كذا 15 سنه يحرم. جوزي عمل الفعل دوت مثلا، يعني انا كنت من 20 سنه متجوزه في اول جوازنا. فقلت له عمل حاجه ما عجبنيش يعني، فقلت له لو عملت الحاجه دي تحرم عليا زي ابويا واخويا. فبعد فتره يعني طيب عايزه اعرف ايه الحكم، لان انا تعبانه جدا يعني. الموضوع ده قارتني وبعد يعني، وهو اصلا يعني في الوقت ده برضو حصل بيني وبينه معاشره وكده. حاضر حاضر. فعايزه اعرف رد فضيله الشيخ او حكمه ايه يعني. ماشي يا ام يوسف. حاضر. متجوزه من 20 سنه وقالت لجوزها لو عملت كذا تحرم عليا زي ابويا واخويا. تمام. وبعد كده بعد 15 سنه الراجل عمل العمله وعملوا معاشره زوجيه، فايه بقى وضعهم؟ هي ما لهاش علاقه بالطلاق، لان الطلاق لمن ملك الساق، يعني الطلاق ده حق الزوج. الزوجه بقى تحلف بالطلاق تقول عليها الطلاق زي الرجاله او تحرم عليا، كلام لا يعتد به. ولكن من باب الاحتياط او عشان حفاظا على حدود الله، عليك كفاره يمين يا ام يوسف، يعني تطعمي 10 مساكين او تصومي 3 ايام، من باب الاخذ بالاحوط. ولكن الطلاق للرجل لا للمراه. تمام.